ننتقل لنقطة أخرى. يمكن العاهل الأردني أشاد في اجتماعه الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات دورة الأمم المتحدة الأخيرة بدور مصر المحوري في القضايا في المنطقة والملفات الشائكة التي يعني توجد في بعض دول المنطقة. كيف تقيمون بعمق دور مصر في هذا الصدد وفي كل القضايا الخاصة بالدول العربية؟ أعتقد أن دور مصر محوري ومهم، ويجب أن يكون هناك دور مصري كبير في القضايا العربية. للأسف اليوم منطقتنا العربية تمر في أزمات كبيرة. إذا شاهدت في ما يجري في سوريا، ما يجري في اليمن، ما يجري في ليبيا، في كل بعد فترة ما يسمى بالربيع العربي، اليوم الأردن ومصر هناك كما ذكرت رؤى مشتركة حول معظم هذه القضايا. نحن نعتقد أنه هذه الملفات العربية يجب أن تحل بدور عربي كبير. اليوم دور مصر كبير في الكثير من القضايا، ودور سيادة الرئيس أيضا دور كبير، وهناك تنسيق مستمر وتشاور مستمر بين جلالة الملك وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمجمل القضايا التي تمر فيها منطقتنا العربية، وللأسف وهي كثيرة ومحزنة في نفس الوقت. زي ما حضرتك ذكرت، هناك تقارب كبير جدا وشديد جدا وعمق تاريخي وبعد استراتيجي في العلاقات المصرية الأردنية. أيضا الزعيمان أكدوا على هامش هذه الاجتماعات للأمم المتحدة على ضرورة تضافر الجهود لكلا الدولتين، ويعني أن في تضافر الجهود هيكون هناك قيمة أكبر وأعلى في حل قضايا المنطقة. كيف يمكن أن يتم هذا التنسيق وتضعيف هذا الجهد المشترك؟ اليوم مطلوب منا أن بمسؤوليات كبيرة وجسام فيما يتعلق بالملف الفلسطيني وأن اللقاء، وهناك قضايا أخرى فيما يتعلق في سوريا، ليبيا، اليمن. أعتقد أنه أن يكون هناك رؤية موحدة عربية لحل هذه النزاعات بطرق طبعا سلمية، أنا أعتقد أنه سيوفر الكثير من الجهد والمال والدماء، وهذا أهم يعني زاوية في هذا الموضوع. من دون أن يكون هناك رؤية عربية موحدة نحو هذه القضايا جميعها، أعتقد أنه سنكون في نفس الدوامة لفترات قادمة كبيرة. ولكن الحرص الأردني والمصري في للوصول إلى حلول لهذه القضايا والتعاون والتنسيق فيما بين مصر والأردن وباقي الدول العربية، أعتقد أنه هذا أيضا مهم ويجب أن نستثمره ونضاعفه في كثير من الملفات التي تمر فيها المنطقة العربية.